الإبرة المغذية للعلماء فيها قول عن جمهور العلماء، وبذلك صدرت فتاوى علمية متنوعة مجمعية وهيئات علمية وأعلام من علماء الأمة على أن الإبرة المغذية تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. هكذا ذهب جمهور العلماء، وكما ذكرت صدر بذلك جملة من الفتاوى. قال جماعة من أهل العلم إن الإبر المغذية ليست مفطرة، بناء على أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يجد بها الآكل شيئا مما يجده من الطعام من لذة وتمتع وأيضا شبع وما أشبه ذلك. وبالتالي قالوا إنها وإن كانت تحفظ قوى البدن مدة من الزمن، لكنها لا تؤدي إلى ما يؤدي إليه الطعام والشراب، وليست أكلا ولا شربا، فبالتالي لا تأخذ حكم الطعام والشراب فلا يتفطر. هذا القول من حيث النظر له وجاهة، لكن الأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور أنه تعتبر من المفطرات، نظرا لتحقق معنى الأكل والشرب من حيث الاكتفاء لا من حيث بقية الفوائد التي تجنى بالطعام والشراب.